مساء الخير علامة استفهامنا النهاردة هزت مجتمعنا كله رجال ونساء دايما بنبص كده ونقول لما نيجي نتكلم عن الذكر نقول نحن في مجتمع ذكوري لكن مشكلتنا أو علامة استفهامنا النهاردة زي ما بيقولوا كده عملت يعني قلق في عند الرجل وعند المرأة وعند الرجل بالتحديد النهاردة وعايز أقول لكل مشاهدين الغاليين اللي بعتولي يعني ليه كده وحاسي يلا ونعم الوكيل وليه بتناقشوا وجهه نظر الرجل عايزه اقول لكم انه احنا ان شاء الله النهارده هنناقش الموضوع من وجهه نظر الرجل والخميس القادم ان احيانا لا هنناقش الموضوع من خلال آه وجهه نظر المراه هيكون عندنا ناس متخصصين موجودين لان المشكله دي آه يعني ما احنا ما في مجتمع اننا نسمع انات رجل يبكي من اجل رؤيه اطفاله رجل يصرخ ويستغيث من اجل تعديل ماده في القانون لكي يرى اطفاله الرؤيه للاب حق ما فيش فيها كلام ما نقدرش نقول انه انا ما اقدرش اخلي آآ آآ الاب يشوف آآ آآ ابنه في اي حاله من الاحوال لانه انا هنا ههمس في اذن حواء كانسه وهقول لها في وقت من الاوقات لابد لابد حتما من وجود ذكر في حياه اولاده لان فى وقت الاولاد ما بيقدروش يقولوا اسرارهم او يسالوا او يستفسروا في السن ده والوقت ده غير للاب فالاب وجوده مهم جدا فى حياته وهنا عايزه اقول حاجه مهمه جدا لو انا وانت اختلفنا زي ما بيقولوا يعني اوراق الورد بتتالم واذا كنت خصمت البستاني اهزم بالورد الورد ده ولادنا الورد ده زرعنا الورد ده حياتنا كلنا لما كل ام تنفصل عن زوجها وتبث السموم في اذن ابنها علشان ما يشوفش والده انا عايزه اسال سؤال لو والده دوت حضرتك ما كنتيش على قيد الحياه وهو بس والده اللي موجود افتكري حضرتك عملتي ايه في ابنك بالتحديد انت هنا فصلتيه عن والده وهو صغير وفصلتيه عن انه يسال ويكون ليه حد موجود وعلى فكره دايما يعني البعد جفا زي ما بيقولوا اذا كنا انفصلنا ننفصل لكن ننفصل الانفصال الودود بلاش ان كل حد فينا يجرم التاني عايزين نتعلم ثقافه جديده اننا لما نتطلق ونختلف ده قدر ونصيب اذا كان قطع نصيبنا لغايه هنا لكن في همزه وصل وفي جسر بيني وبينك ما تقطعش الجسر ده اسمه ايه ولادنا وهو زرعنا وغرسنا لازم نخلي الولاد يحبوا والدهم بشكل كويس جدا ولازم ندي الصوره الجيده جدا لولادنا علشان خاطر يطلعوا عندهم انتماء للاب وللام ان شاء الله النهارده في حلقتنا هنناقش من وجهه نظر الرجل والخميس القادم لو كان لي عمر هستنى كل اسئلتكم واستفساراتكم وأس... واتمني ان انتم تشاركوا كمان في الحلقه دي النهارده وتقولوا كل الحاجات اللي تعب حضراتكم ونتناقش فيها بشكل ودود جدا واختلاف الود لا يفسد. واختلاف الراي لا يفسد للود قضيه هنشوف احنا دلوقتي وهنفتح الملف الشائك آه للماده بتاعه قانون الرؤيه الماده رقم 100 ونشوف آه لسنه 85 ونشوف اراء المتخصصين ونشوف اراء جمهورنا ونشوف برضو آه من وجهه نظر الرجل ايه الظلم من وجهه نظره اللي وقع عليه تعالوا بقى نشوف بقى هنجاوب على كل اسئلتكم خلال الحلقه بتاعتنا ولكن تعالوا نشوف بقى لما احنا آه حطينا سؤالنا على صفحتنا وهنتابع الهاشتاج بتاعنا وهاشتاج حلقتنا النهارده اسمه ولادي حقي وانا قصدت واصريت ان يكون ولادي حقي مش رؤيه ولادي حقي ولادي حقي لان هم ولادي ولادي حقي مش الرؤيه بس، ولادي حقي تربيتهم، ولادي حقي ان انا اسال عليهم، ولادي حقي ان انا اربيهم واشترك في كل حاجه في حياتهم، تعالوا نشوف سؤالنا لما سالنا الناس وقلنا لهم هل يحق للام في حاله الانفصال عن الاب ان هي تمنع ابنائه من رؤيته؟ اول حاجه قلنا اذا كان سيء الخلق، تاني حاجه قلنا ليس لها الحق أن تمنعه مهما كانت خلقه ثالث حاجة قلنا تنفيذ حكم القضاء فحق الأب برؤية أولاده رابع حاجة حلول أخرى تعالوا نشوف كده النات مش الإجابات النات الرجال والنساء والإجابات اللي وصلت لنا أول إجابة وصلت لنا كانت من أحمد محمد حجازي بيقول يا دكتور عطيات إحنا في كارثة مجتمعية كبيرة جدا عندنا 12 مليون طفل شقاق شقاق ده اللي هو كل اخ واخت ما بيعرفوش بعض ما تربوش مع بعض المفروض انهم عماد مستقبل البلد دي حقيقي والله معاك حق وهما بيطلعوا بالشكل الانشقاق دوت غير اسوياء نفسيا لانهم ما بيبقوش عارفين اي حاجه عن والدهم غير المعلومات اللي تبث ليهم بطريقه مغلوطه جدا وكاننا نسعى بالقانون دوت الى دمار الدوله ودمار الجيل ونخلق جيل عدواني بيطالب احمد محمد حجازي بيقول يا ريت الحضانه تكون سبع سنوات للولد وتكون تسع سنوات للبنت نشوف ابو يوسف بيقول هل تتخيلي حضرتك اننا بقينا بزمن بيهرج وبيفرض علينا ان احنا نقطع صله الرحم طبعا صله رحمنا اللي وصانا بيها النبي عليه الصلاه والسلام وديننا الحنيف وبقى كل حاجه في مجتمعنا دلوقتي. ونقول ان الناس النشطاء بيعملوا قوانين جديده واحنا لازم نحترم الكلام دوت نسرين فوزي بتقول الاب المحترم اللي بيشعر بمسؤوليته وكلمه الابوه بيصرف على اولاده ولابد انه يرى اولاده ويشارك في تربيتهم لانه قطعا ما طلقش اولاده ولكن طلقني بحييكي جدا يا نسرين وبحيي وعيك ام عظيمه جدا واتمنى تعملي لنا مداخله في البرنامج هايل آه جدا ونشوف برضو تامر صابر بيقول الطفل مش مكتسبات رؤية بس آه ان احنا نخلي الطفل حق الاب بس ان يشوفه لا حق الاب الرعاية والاشتراك في تربيته وحق الاب ان هو ما يتحرمش من ابنه اللي هو بيحمل اسمه وبيحمل تاريخه بعد الاب ما يروح آه بعد عمر طويل ويكون الابن ذكرى ليه في الحياة بضم صوتي لصوتك يا تامر طبعا سماح علي بتقول الحل الوحيد لخفض معدلات الطلاق مش تطبيق القانون الظالم المدمر ده الحل ان الراجل يراعي ربنا في مراته وولاده بدل ما يوصل الست انها تلجا للطلاق طبعا يا سماح في ما بنقولش انه احنا النهارده ما بنناقش حلقه الطلاق ولكن هنعمل حلقه للطلاق ونسمع مداخلاتكم وانا عايزه اقول حاجه ان الطلاق مش نهايه الكون على فكره ممكن ننفصل ويكون علاقتنا ببعض كويسه وممكن يعني نرجع لبعض تاني على فكره وارد جدا وفي ناس كتير قوي بينفصلوا وبيرجعوا لبعض ولكن نبقى شيء للرجوع احنا دايما لما بننفصل بنقطع كل الطرق للرجوع وهنا انا بهمس في اذن حواء كمان همسه وبقول خلي دايما حبل الود موصول خلي دايما طالما ان في اولاد بينكم ما تقطعيش ابدا الامل ولا تقطعي الصله بين الاب وبين اولاده لان هم اكيد في حاجه ليكي وليه والا كان ربنا خلقنا ان احنا نخلف لوحدنا وهم بقى ما يبقاش عندهم ولاد لكن دول اشتراك يعني حياه مشتركه بيني وبينه انا بمثل هنا العلاقه بين الاولاد وبين الاب وبين الام الاب قضيب سكه حديد والام قضيب سكه حديد والاولاد هم القطر اللي بيمشي على السكه الحديد دي لو وقع القضيب من الاثنين دولت وقع القطر ونهار باللي فيه انهار بمستقبله وبحياته فخدوا بالكم كويس قوي قبل ما نبس عنفنا للاب ونقول في اشياء قد تكون مغلوقة وانا بقول قد آه ان انا قبل ما بدمر الراجل اللي انا بقول فيه الاشياء دي انا بدمر ابني وبخليه يطلع كاره المجتمع باللي فيه. محمد كمال بيقول شايف انه لابد من العوده لقوانين ما قبل ثذان مبارك وسطوه المجلس القومي للمراه. آه لقد تم آه تمرير هذه التعديلات في غفلة آه مجلس الشعب آه عايزة أقول لحضرتك يا أستاذ محمد إن إحنا إن شاء الله هيكون معنا عضو مجلس الشعب على التليفون وأكيد بيشوفنا دلوقتي وأكيد هنتكلم إنه التعديلات اللي حضراتكم آه محتاجينها في القانون ومستنيين تليفوناتكم ومستنيين مشاركتكم أحمد مصطفى بيقول آه دكتورة عطيات الصادق أتمنى أن تحتري بنفسك رؤية الذل آه يعني انا والله حافكي رؤيه الذل للراجل المصري اللي وصل لي من القانون آه انه يشوف ولاده وان ولاده يعيشوا ايتام في حاله وجوده بعد الشر عليكم يا استاذ احمد وربنا يخلي ابائنا كلنا وكل حد عنده اب يا رب ما يتحرم منه ابدا وصوتك ورسالتك وصلت واتمنى ان تكون يعني لو المشكله خاصه بحضرتك تكون مدامتك متابعانا وبتشوف الحلقه وربنا يهدي القلوب والنفوس هاني بيقول فين المساواه اللي بيقول اللي بيقرها الدستور ابسط الاشياء غير موجوده في حاله الطلاق على بطاقه الرقم القومي طبعا احنا مش بنناقش دي النهارده يا استاذه هاني احنا بنناقش حاجه واحده بس قانون الرؤيه وسن الحضانه بالنسبه للاطفال ولكن نطرح سؤالك في حلقه اخرى ولو كان في لي اجابه النهارده حنجاوب حضرتك عليه طبعا يعني الاسئله كتير جدا وزي ما انتم شفتوا حضراتكم رحنا برضو وسالنا جمهورنا على السوشيال ميديا نفس السؤال انتوا ازاي شايفين او امتى الست تقدر تمنع ابنها تعالوا بقى نشوف ونرجع تاني ونشوف ابني حقي زي ما بيقولوا وده هاشتاج حلقتنا النهاردة وتعالوا نشوف على السوشيال ميديا على البوبس بتاعنا الناس قالوا ايه لما سألناهم نفس السؤال تأثير عدم رؤية الأب على طبعاً هو تأثير سلبي بيأثر بالسالب بعد كده على الأولاد مشاكل كثيرة للمجتمع هو ده تأثير سلبي جداً لازم الأب يشوف ولاده طبعاً لازم حتى لو في انفصال أو في مشاكل أو في أي حاجة طبعاً لها تأثير سلبي كبير جداً هيديهم انطباع ان الأب ده وحش طبعا ما احبش ان الام تمنع الاولاد من من رؤيه ابوهم لا يحق طبعا للام ان هي طبعا تمنع حق من حقوق الصغار الاب عليه عامل كبير جدا بالنسبه لاولاده لازم يشوفوا ابوهم باستمرار بتمنعه ان هو ياخد خبرات ابوه او حنان ابوه او عطف ابوه زي ما انا ليا حق اشوف اولادي الام من حقها تشوف الاولاد انا افضل يكون الاب والام منفصلين لو ما لو ما فيش بينهم تفاهم بس يبقى في اتزان نفسي للولاد فيجب على الزوجين المنفصلين ان هم يجتمعوا على مصلحه الصغار اولا في بعض الاحوال يفضل الانفصال بين الزوج اذا استحالت العشره الزوجيه لو ما كانش فيه وفاق بينهم وفي طلاق يبقى في سلام بينهم عشان الخطر الاولاد هم لو لو انفصلوا الولد برضه بيخسر لو الابن عاش في بيت فيه مشاحنات او في دايما شجار بين الاب والام هيطلع ابن معقد الافضل ان هم يكونوا مع بعض وفي اتزان حتى لو منفصلين لو في بنات بالاخص وشايفين امهم بتتهان يوميا من ابوهم هيطلع عندهم عقده نفسيه من موضوع الزواج رؤية تتحدد بثلاث ايام في ثلاث أه ثلاث ساعات في الاسبوع لو الاب والام متفاهمين عايز يشوفهم مره مرتين ثلاثه ده حسب ايه تفاهمهم مع بعض موضوع الاستضافه ان الاب ياخد ولاده يباتوا عنده اكتر من يوم او يباتوا يوم ويرجعوا لوالدته وده كويس مش وحش هو طفل محتاج لابوه جدا 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 انا بشوف ابويا مره واحده في الاسبوع، بقيتي الاسبوع انا فين من ابويا؟ ما حدش يمنع ابن او ابنه عن امه او ابوه طالما في حاله انفصال فيوم يوم كويس قوي في الاسبوع يعني. عندي تجربه في بالنسبه للموضوع دوت ان واحده صاحبتي كانت بتمنع اولادها انه يشوفوا ابوهم طلع طبعا عندهم التزان عدم اتزان انا عندي في المكتب قضايا متعدده ثبت آه فيها ان في تعسف كبير جدا، انا منفصل عن زوجتي والولاد بيجوني وبيقعدوا هم مع والدته، بس بيجوني على فترات تقريبا كل يوم او كل يوم ويوم ويوم. اه طبعا انا عندي واحد صديقي يعني منفصل وساب اولاده. آه المشكله ان هو كان بيحاول يعوضهم بس بالسلري بالماده بالفلوس. في واحد من من احدى زملائي كان حصل انفصال بينه وبين زوجته، وزوجته دي يعني يعني اهلاك شويه. فطبعا منعوه كان في شجار دايما ما بينهم وكان في قوه ما بينهم وفي اثرت على نفسيه الاطفال منعت الاولاد ان هم يشوفوا ابوهم فالاولاد كرهوا ابوهم بالرغم ان ابوهم كان هو الكويس يعني اللي انا اعرفه كانت الام هي سبب المشاكل القانون يحتاج الى تعديل ليتوافق مع الشرع ولا يتوافق مع الواقع ولا يتوافق مع مصلحة الصغير ولا يتوافق مع صلة الأرحام فده لابد من تعديله نبص في القانون ده شوية ونقول لا يا جماعة حتى لو في انفصال الراجل هو اللي يتحكم هو اللي يقول هو اللي في إيديه كل حاجة مش في إيدي الست لكن خلايا مرتين في الأسبوع تبقى جميلة هتبقى جميلة حتى يعني تيجي على نقطة الرحمة أو التراحم ما بين الأولاد وأبوهم وهتبقى برضك نقطة تراحم بينهم وبين أمهم، لأن أمهم قاعدة معاهم مثلا خمس أيام، وقعدوا مع يومين هتبقى العملية كويسة شوية يعني. لازم يعني يكون في عدالة. قانون الرؤية الحالي لا هو لو محتاج تعديلات، محتاج تعديلات إن نشوف الأنسب إيه؟ يعني الجو الأنسب للأبناء يعيشوا فيه مع مين؟ مع الأب ولا الأم؟ زي ما سمعنا وشفنا ان رؤيه الاب لولاده رؤيه حق أه وانا هنا هقول أه عزيزي ادم اوعك تسمح لاي حد يقطع جذورك من الدنيا ومن الحياه اوعك تبعد عن ولادك مهما كان السبب حاول انك تشوف ولادك وحاول انك ما تحرمهمش منك وما تبعدش ابدا عن زرعتك اللي هي هتسال عليها في الدنيا وفي الاخره عزيزتي حواء اذا كنت بتحبي ولادك وبتخافي عليهم وفعلا بتحبيهم انسي غضبك وكرهك لطليقك وافتكري حاجه واحده بس انتي بتشحني اولادك ضد مين وبإيه وليه؟ لانه انا طول ما انا بشحنه ضد والده انا هنا بقلب الهرم انا هنا بديله احاسيس مغلوطه وهقول تاني الموت بيدركنا في وقت محدش عارف مين فيكم هيموت الاول بس تسيب الابن الجبهه تسنده في الحياه لو كنت بتحب ابنك ما تهديش سور الامان اللي هو بيحتمي فيه، ما تهديش الاسم والاب والاصل اللي هو انتمى ليه علشان خاطر حضرتك هنا بتخسري ابنك وبتخسري نفسك حاجات كتير قوي، تعالوا بقى نشوف ان احنا كل حلقه معانا صانع وطن زي ما كل مره بنقول انه ما فيش بيت فينا ما صانع وطن وتعالوا بقى نشوف يعني حسن الرجل الطيب صانع الوطن بتاعنا النهارده بيعمل ايه ونرجع تاني ليكم ونتابع ونناقش ونشترك مع بعض فى حلقتنا في رحلة بحثنا عن الناس اللي تستحق شهادة أمان دورنا وقعدنا ندور على ناس كتير إنها تستحق الشهادة دي وعملنا لهم بحث وإحنا دلوقتي داخلين على شخصية منهم صباح الخير. اهلا طيب يا فندم. أتعرف بحضرتك؟ اسمي حسن ربيع. طيب يا حسن أنت يوميتك قد إيه؟ يعني يوميتي في, في اليوم بتحسب 25 30 جنيه في اليوم. عندك ولاد يا حسن؟ آه معايا تلاتة في المدارس. تلاتة في المدارس؟ آه أعمارهم إيه؟ يعني كبير في اولى اعدادي والوسطاني في رابعه وصغير في الحضانه ربنا يخلي يا رب طيب انت سمعت عن شهاده امانه حسن؟ سمعت عنها سمعت عنها طب يعني تمنيت انها تبقى عندك شهادة دي؟ اتمنيتها بس انا مش يعني مش عارف يعني هي هل ده حدث صحيحه ولا كدعايه لم فلوس خلاص للبلد يعني تمام هصحح لك حلوة صحح لك المعلومة أولا قصة لم فلوس للبلد دي أنت اللي بتدفع فلوس وبتاخد بيها الشهادة دي فهنا نحي البلد جانبا كده وأنا أشرح لك هي شهادة بتعملها بتصرف لك معاش لقدر الله بعد وفاتك لولادك أو في حالة العجز أو الإصابة بتصرف لك برضو معاش فإيه رأيك بقى في القصة دي حلوه جدا اتمنى انها تبقى عندك طبعا اتمنى جدا اتفضل يا حسن دي قناه الناس وبرنامج علامه استفهام عاملين لك دي علشان في يوم من الايام لو احتجتها ان شاء الله تكون موجوده وربنا يوفقك ويعينك على اولادك دي جايزه احنا عاملينها لاي شخص بيشتغل حتى لو عمل موسمي احنا بنسميه صانع وطن صانع الوطن ده الشخص اللي بيشتغل وبيعلم ولاده وبيربيهم احسن تربيه وبيكون مؤثر في المجتمع اكيد طبعا حافظ اعمل بكل جهد عشان اربي عيال اللي يخدموا وطنهم وبلدهم وشالهم ان شاء الله تبقى حاجه مستقبل لهم مبروك يا حسن الله يبارك فيك يا شكرا زلنا فاتحين الملف الشائك وزي ما قلنا الخميس دوت لادم والخميس الجاي لحواء هنسمع كل اسئلتكم تليفوناتنا مفتوحه ابعتوا على صفحتنا على الفيسبوك لو ليكم اي حاجه عايزين نناقشها الاسبوع الجاي وتعالوا بقى نشوف المتحدث الرسمي باسم الاباء المتضررين استاذ احمد عز اهلا وسهلا أحمد بحضرتك أحمد أحمد. ونتابع مع المحامي العظيم الرائع سعد عبد المجيد بدر محامي الاحوال الشخصيه هو طبعا اكيد هيفيدنا كلنا ولو حد ليه سؤال يشرف معانا بالاتصال اهلا وسهلا استاذ عبد المجيد شرفتنا ونورتنا استاذ احمد يعني انت حضرتك متحدث باسم الاباء المتضررين هل عند حضرتك صفحه بس عشان لو في اباء بيتفرجوا علينا عايزين ينضموا يعني لصفحه حضرتك هو صفحات كتير صفحات كتير صفحات كتير هي مش صفحه واحده وحملات كتير في حمله المجلس القومي الأسرة المصريه وفيها حمله تمرد يعني هي مجموعه حملات الحقيقه انا بقيت بتكلم باسم المتحدث باسم الاباء بغض النظر عن حملات لان شفت ان الوضع يكون افضل ان انا اكون بتكلم منفرد براي خاص يعني تمام حضرتك اب متضرر وواخد بقى القضيه من وجهه نظر حضرتك ولا الاباء الاخرين هقول لحضرتك هو القصه فرد. كلها ان كان قدامنا حاجه من اتنين يا اما ان انا اسلك الطريق الطبيعي اللي بيحصل في الحاله زي ديت الاب ملوش اي حق في ايه يعني في القران بتتكلم عن قطع الارحام نعم. وفي حديث نبوي شريف بيتكلم عن قطع الارحام طبعا كل الكلام ده في مصر لما بنتكلم عنه بيعتبرونا ان احنا يعني بنشت او بنقول حاجه مش طبيعيه فانا هنسى الكلام ده خالص واقول لحضرتك ان اي اب عايز يشوف ابنه بعد ما بيطلق ويدخل المحكمه ما قدامه غير طريقين يا طريق العنف يا الطريق الطبيعي اللي هو القانوني تمام تمام فانا ما كانش قدامي غير ان انا امشي بالطريق مش القانوني لا ده انا اطالب بتغيير قانون انا وكل الاباء المتضررين اللي معانا وده دليل اكبر على ان احنا هممنا المصلحه العامه مش مصلحه فرديه لان لو مصلحه فرديه كان كل واحد فينا راح خد ابنه وقعد بقى يتنازع هو وام ابنائه في المحكمه وده مش كويس وده علشان مش كويس. الاولاد طبعا أكيد طبعا مش أسويق. فقررنا ان احنا نقف ضد قانون احنا من وجهه نظرنا هو قانون ظالم واعتقد ان هو مش نظرنا احنا بس ده موجود في،, في 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 اغلب دول العالم احنا ما عندي انا كنت عناش عايزه شيء. اتحفظ بس انه في مصر لانه مش في مصر بس موضوع الانفصال والمشاكل الرؤية. اكيد في او الرؤيه لا. المشكله في المجتمع العربي عموما إيه الكل بيعاني الكل بيعاني يعني من الطلاق وليس من الرؤيه للاسف اقول <applause> لحضرتك حاجه <applause> <applause> اتفضل كل الدول او اغلب الدول العربيه عندهم اصطحاب وزياره من حق ان انا اروح ازور ابني في اي وقت من حقي ان انا ارعاه رعايه مشتركه في اي وقت، حتى الدول اللي طبقت اتفاقيات كانت مخالفه لاي انظمه عربيه، يعني هقول لحضرتك في ثقافه في بعض البلدان العربيه ان الزوجه هي بتروح تخطب لزوجها وممكن يعيشوا في بيت واحد وكل واحده واولادها في دور والاولاد كلهم بيكونوا بيعرفوا بعض والدول الغربيه ايضا، يعني المغرب وتونس اللي هم يعني حاليا بيعتبروها من الدول المتفتحه في مجال المراه ما انكروش حق الاب في رعايه ابنه والاصطحاب والمشاركه في التربيه احنا الدوله الوحيده انا هنا بضم صوتي لصوت حضرتك ان رؤيه كمان انا عايزه ابعد عن القانون وهنسال استاذ عبد المجيد بس انا عايزه اقول آه ايه اللي بينقص الطفل لما هتكلم من وجهه نظر علم النفس ايه اللي بينقص الطفل لما ما يشوفش والده وخصوصا كمان احنا لازم نفرق بين رؤيه الولد والبنت البنت دايما بتبقى متعلقه بباباها جدا ولكن الولد في سن المراهقه او في سن معين بيحتاج الاب ما بيحتاجش الام بيتكسف مني لو دخل حميه وبيتكسف مني لو دخلت عليه هو بيغير هدومه لكن لو والده دخل عليه ما بيتكسفش لان هما الاثنين نفس يعني رب مع بعض فهنا احتياج الاولاد لوالدهم اكيد مهم جدا في حياتهم مش بالقانون انا بس. ما اقدرش اقول ان ان انا اسال هل دور الاب مهم ولا مش مهم لان ربنا يعني خلق... لا انا ما اقصد اقول لك انا, أنا طبعًا. بالنسبه لي ما اقدرش اسال هذا السؤال طبعًا. لان ده وضع طبيعي والطبيعي اكتر ان يكون في رعايه مشتركه ما بين الاب والام ولكن الوضع اللي احنا وصلنا له سببه التدخل القانوني الخاطئ لما يكون زمان اول ما القانون طلع كان سن الحضانه سبعه وتسعه تمام ويتم تعديله لعشرة 10 او 12 من اول سنه 2004 لما تم التعديل واترفع ورف... ل 15 سنه وبدون تخيير وصلنا الكارثه كان عدد حالات الطلاق معلش انا اقول لحضرتك اربع ارقام هم فضل. سهلين جدا فضل. ارقام الطلاق قبل التعديل كان ألف 64500 حاله بعد ما عدلوا سن الحضانه سن الحضانه وخلوه 15 سنه في 2004 2005 سنه واحده زدنا شويه اربع سنين بقينا 100 حاجه و40 حاله 142 حاله 1000 حاله من 64000 ل 142000 حاله 118% زياده 2008 شالوا حته ثانيه من دور الاب وشالوا عنه الولايه التعليميه ما بقاش ولي طبيعي على ابنه في تعليم ابنائه 2009 وصلنا ل 100 حاجه و 2016 ألف. 192 ألف حاله طلاق فواخده بال حضرتك من الارقام تمام. وصلنا لزياده دخلنا في حوالي 150% تقريبا في عدد سنوات ما حدش يقول لي الازمه الاقتصاديه عشان الكلام ده مش مظبوط الازمه الاقتصاديه كانت في اشدها في 2016 تمام طبعا حالات الطلاق نزلت 4% يبقى معنى كده ما ندخلش الازمه الاقتصاديه سوريا كان عندهم حرب ما سمعتش المشاكل دي والله شفتهم في المحكمه هنا في مصر احنا اللي بيجي عندنا هنا للاسف مش عشان مصر ولكن عشان بيشوف اللي بيحصل في المحكمة بيعرف ان في جور من طرف على طرف هو بس انا عايز اقول لحضرتك ان برضو آه مش هنردها للقانون بس ولكن المفاهيم المغلوطة في مجتمعنا ان احنا لازم لما ننفصل بلاش ان احنا نوصل لمرحلة اننا نقطع يعني الكيان اللي هو كان مشترك بيني وبينك اللي هو انا وانت جبناه للدنيا من غير ما نساله ان هل تقبل ان دي والدتك وهل تقبل انه انا والدك وجبناه للحياه فقعدنا كلنا نقطع في آه في اولادنا من غير ما ناخد بالنا ودايما الام بتضم بقى يعني كل الوجعات اللي جواها من من الاب للإبن ودايما الاب العكس نفس القصة مخالف سيادتك سنه اتفضل هما الطرفين بيعندوا مع بعض انا مش هقول واحد انا طبعاً وام أنا الولد انا بقول الاب والام تمام احنا الاثنين بنعند مع بعض مين اللي يظبط القصه القاضي والمحامين والقانون لما انا اكون شايف ان ده حقي لازم القاضي يقول لي لا ده مش حقك اقف هنا ده مش غلط ان انا اروح للمحكمه على فكره خالص تمام ما أنا ممكن اختلف انا وهي في مبلغ النفقه ممكن نختلف في الطلاق عادي جدا انا شايف ان انا دافع مهر ما انا ما مشت... يعني سوري انا ما روحت لباباها ما اديتوش واحد جنيه عشان لما اجي اطلق تقول لي انت مالكش حاجه عندي لا حضرتك انت رفعتي خلع او عايزه تطلقي المفروض تدي للراجل ده المهر اللي دفعه شرع ربنا طبعا لا احنا بيرجع لنا لما واحد جنيه آه حد قال لها ردي عليه حضرتك إيه حضرت؟ ده مش حقيقه دلوقتي بترد واحد جنيه وبتقبل ان هي تطلق بشاهد زور وبتقبل ان هي تطلق والله اعلم بقى بجوازها الجاي بعد كده انا ما اعرفش ده بيبقى ظروفه ايه بالظبط ولادها اللي من الراجل اللي بعد كده ده بيبقى ايه ظروفه وعاجبني حاله في المجتمع حاصله دلوقتي ان لما حد بيروح يتجوز من واحده كانت مطلقه بيسال هل هي عن طريق محكمه ولا طلاق ودي؟ الطلاق الودي ما فيش عندنا فيه مشكله ولكن طليق طليقه المحكمه او طليق المحكمه بيكون قد يعيب الراجل وقد يعيب الست. ما انا كراجل ممكن برضه اقول كلام زور عليها ولكن الوضع السائد ان فيه شهود زور بيجوا يقولوا ده بيضربها بينزلها في نص الليل كلنا بنشرب مخدرات كل رجاله مصر اللي دخلوا محكمه بيتقال عليهم خمس حاجات بيشرب مخدرات بيضرب, بيضرب بيطردها بره البيت ما بيصرفش سوري يعني ما ملوش في في الجواز غير قادر طيب استاذ عبد المجيد بقى يعني انا سبته يقول كل اللي في نفسه علشان ننور المحكمه وبعدين حضرتك تقول لنا إيه رأي حضرتك في اللي بيحصل دوت من وجهة نظر حضرتك كرجل قانوني وكأب وكإنسان وأنا دايماً بشوف رجل القانون هو فعلاً يعني محقق العدالة أو فارس العدالة لموكلينه وللناس الضعفاء فإيه رأي حضرتك في اللي إحنا فيه بقى النهاردة ده كده أولاً بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لازم نحط بعض النقط في موضوع الرؤية بصفة خاصة تمام أول حاجة إن رؤية حق الابوين سواء في انفصال سواء في طلاق او في طلاق يعني لو موكله عند حضرتك أه. وعايزه اخد ولادي من زوجي بقى بعد ما اتطلقنا بعد الشر يعني بالأو... حضرتك هتخليه هو كمان يشوفهم يعني هتصر حت... على دوت كمحامي لا ما بس لسه ما وصلناش احنا بنتكلم في البدايه الاول ان حق الرؤيه للابوين اي من الابوين اللي تمام. هو معهوش الولاد في حاله الانفصال مش لازم يكون انفصال بالطلاق ممكن انفصال عادي خلال عاطفي انفصال عاطفي مختلفين آه. كل واحد في مكان والاولاد مع احد الطرفين تمام ده بدايه الطلاق مش هو مش شرط للرؤيه وبعدين النهارده الرؤيه اساسا يعني احنا بصينا اولا القانون نظمها في الماده 20 من القانون 5 من القانون 29 من 25 29 المعدل بقانون 100 في ثلاث فقرات في ماده الماده فيها حوالي ست فقرات هم ثلاث فقرات قبل ما نتكلم في الفقرات بتاعتي في الموضوع الرؤية ان هي حق الابوين النهارده الرؤية دي حق للطرفين للإب... للإبن الابن والاب أي. مزبوط. مش للاب بس مظبوط اه للابن والاب بغير باقي الحقوق الموجودة في القانون يعني بقيت بيت... بيت الحقوق الاخرى للزوجة او للزوج للزوجة, للزوجة نفقة حق النفقة للابن حق النفقة حق بعد مرطة. الطلاق بعد الطلاق بعد بتعود او الزوجية قائمة تمام حتى لكن م. الرؤية فقط هي الحق للطرفين للاب والابن او الام والابن تمام ودي من آه من صله الرحم اللي ربنا اوصى بيها والرسول اوصى بها، فلازم نبص من الناحيه دي الفقره الثانيه في موضوع الرؤيه النهارده اذا تم اذا لم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لما يتفق على تنظيمها ففي الحاله دي القاضي اللي ينظمها فهنا القوانين حط في البدايه الاتفاق على تنظيم الرؤيه تمام غير بقيه الحقوق الاخرى بس نبي. انا عايزه اقطع حضرتك في حاجه بسيطه لو تاذن لي ان ساعات بيحصل مقر كبير قوي في موضوع نح. الرؤيه انه مثلا الام تقول انه انا تعبانه مش قادره اروح اوديه او آه. تروح مكان بعيد نش. قوي وهو بقى يروح مشوار بعيد وتاني هقول يا حواء انا مش جايه عليكي في الحلقه دي حلقتك الحلقه الجايه لكن انا بقول من واقع أنا الاسئله بكل... اللي جاتني على الصفحه ف... النهارده الاسلوب اسلوب التنفيذ بقى هينتقل بقى للجزئيه الثانيه يعني اسلوب تنفيذ الرؤيه. ايوه. اسلوب التنفيذ بقى هنا المشكله. تمام. القانون حط حقوق او حط حدود للرؤيه. ادى إيه حد ادنى ثلاث ساعات في كل اسبوع وده حد ادنى مش حد اقصى. اه ثلاثه شويه صغيرين طبعا صغيرين جدا. وليه ليه ليه الرؤيه؟ ما هو برضه لازم نقول ليه الرؤيه؟ ليه انا من حق الابن يشوف, يشوف ابوه والدي. والاب يشوف ابنه. أو العكس أو الأم لأن في حالات كتير برضو طبعًا. إن الأولاد مع الأب والأم اللي عايزة يشوفه النهارده ده اول غير صلة الرحم إن الأب أو الابن يتعرف على الآخر يبقوا قريبين يبقى فيه جو نفسي مناسب للأبن أو البنت أي أنا بتكلم الابن المذكر اللي هو بيشمل الابن والبنت طبعا عشان ما تقالش أنا بتكلم أنا عن إن أه حضرتك آه بتخص آه حد أه الابن مطلق الابن المطلق اللي هو الولد سواء ولد أو بنت ده عشان بس يبقى الكلام آه مظبوط آه مظبوط فالنهارده من حق كلا الطرفين ان هو يرى الاخر ويستمتع به الاب يستمتع بحقه كاب والابن يستمتع بحقه ابن مع ابوه ويكون على استقلال المشاكل العمليه بتحصل بقى ان النهارده يقول لك رؤيه زي ما احنا قاعدين كده سعادتك قدامي الاستاذ احمد جنب مني شايفين بعض هي دي الرؤيه وده مش هو ده الهدف من الرؤيه طبعًا. اطلاقا طبعًا. الرؤيه ان يستقل الاب طبعًا يستقل بيه تماما على الام وفي الحياه برضه وفي نقطه برضه في التنفيذ بتنفس خاطئه ان مش الام هي اللي تودي الولاد الرؤيه اه طبعا يعني ممكن يمسكوا في بعض لا. بقى ويفضلوا يقولوا كلام هو ما هو مش حسب لازم. القانون والشرع ما يجيبش على الام اللي هي تودي الولاد لكن في بعض الاحيان ده الأم اللي, اللي بتروح هو غالبا هي اللي بتروح وتقعد الولاد جنبها وهو قاعد يبص لهم ما تخلوهوش يلمسهم اصلا لا ما بتتكلمش أه انت هتعيطني أه. على هوا لا <applause> <applause> والحالات كتير هنا بقى سوء التنفيذ او سوء الحاله فالرؤية الرؤيه لا يتم تحقيقها بالفعل او الهدف منها لا يتحقق بالفعل. النهارده برضه من شروط الرؤيه ان يكون المكان اقرب مكان لاقامه الصغير. عشان الصغير ما يرهقش يعني هو القانون برضه بيدور على مصلحه الصغير. الصغير مش مصلحه الاب او الام. اه يعني احنا عايشين في مصر ما اروحش اقابله في اسماعيليه مثلا. لا هو يعني. اللي يجي لمصر. هو الاب اللي يجي. لابنه او بنته يجيله له في المكان لا ده ساعات الام حضرتك يا استاذ عبد المجيد بتفترض المكان انه مثلا ده كان عندنا فرح عند قرايبنا في حته بعيده قوي وده يوم الرؤيه معلش تعال شوف ابنك تعالى فيروح اسيوط مثلا او يروح ما هو الصعيد مثلا بيصدر حكم برؤية بيصدر بمكان محدد وميعاد محدد طب هل في الزام يعني هي لو أه. سافرت في نفس يوم الرؤيه دوت هل القانون في الزام ولو هي ما, ما خلتش الاب حل... يشوف هو ابنه هو في اليوم ده هتعاقب حل... هنخش بقى في القصه بقى اللي هي النقطه الضع... الضعف الضعف دلوقتي كده ماشيين أه. مظبوط في حق الحق في الرؤيه تنظيمها سواء باتفاق بت... او في القاضي طيب عدم التنفيذ بقى ده غير بقى جزئيه ايه التنفيذ الشكلي ايوه ودي المشكله اللي هي بتبقى او التنفيذ بقى المخطط بقى الشكلي لا التنفيذ الشكلي يعني. اللي هو مجرد ان هو يشوف بعض ودي المشكله بيعاني منها معظم الاباء ان انا فعلا ما بشوفش اولادي هم قدام مني لكن انا بشوفهمش ما بستمتعش بيهم ما بقعدش معاهم ما بلاعبهمش يعني الامور اللي هو اللي ان انا اتعايش اتعايش, أتعايش معهم معاهم كم ساعه اللي القاضي محددهم لي اتعايش معاهم ده مش موجود ودي المشكله اللي هي موجوده بالفعل واللي بيعاني منها الاستاذ احمد وخلافه كتير جدا غير بقى اللي بيمتنع اساسا ما بروحش ما بتروحش اساسا الرؤيه ما بتودهمش طيب النهارده الخون اداها اذا تغيبت اذا مش نفس أيوة. بدون عذر يعني النهارده الواد تعبان في امتحانات في كذا مسافر فيش مشكله كم مره لا هو كم مره تعتذر مش محددها القانون هو, هو مش محددها محدد. لكن هو في في حاجات اعراف مش عرف أوه. لكن هو ثلاث مرات لكن ليس ليس في القانون تحديد لعدم التنفيذ. تمام. لكن هو في حاجات متعارف عليها. يعني هي في الاذهان بس، لكن مش في في الواقع ملهاش حد، ممكن مره واحده تعاقب عليها. تسقط الحضانه عنها. عن الام؟ عن الام او عن الحضانة، طب انا كاب اثبت ازاي يا استاذ عبد المجيد؟ ما هو النهارده ما هو هنا بقى <applause> هنرجع للبداية تاني النهارده كأ... عليك استاذ احمد <applause> انا كاب طيب اثبت ازاي ان هي تلاعبت في موضوع الرؤيه تلاعبت في الموضوع ده ما النهارده الحاجه اللي ما اقدرش اثبتها هو عدم التنفيذ الفعلي التنفيذ اللي هو اللي هو الاب ياخد ولاده ويستمتع بيهم او يعيش معاهم لكن في المكان المحدد للرؤية اللي محدد طبقا لوخار وزير العدل اللي هو في اماكن النوادي والمراكز الشباب دي اماكن كويس كان قبل كده طب بقى معانا حد من مشاهدينا من اسماعيليه اكيد دي سؤال نسمعه وارجع لحضرتك تاني آه ايوه يا استاذ احمد الو الو ايوه يا فندم استاذ محمد اهلا بيك اهلا بحضرتك ازيك يا فندم اهلا وسهلا اتفضل الله يخليك وسلامي للاستاذ احمد والكابتن المحامي اللي معانا علينا صوتك شويه كده الله يحفظك هل حضرتك بتعاني من القانون دوت او ليك مشكله عايز تقول لنا عليها؟ ايوه يا فندم انا انا اتجوزت حوالي ثلاث شهور فقط لا غير ثلاث شهور اه مراتي طبعا اول ما ما, ما, ما حصل الحمل تمام سافرت بره مصر تمام ورفعت طبعا طبعا قبل ما تسافر بره مصر آه كان في مشاكل بسبب السفر ان طبعا ما ينفعش تبقى حامل وتسافر بره مصر لوجود اقامه معاها بره خارج مصر. تمام. تمام. آه طبعا آه قبل ما طبعا عشان حصل خلاف بسبب السفر دوت اترفع عليا قضايا آه نفقه واول حاجه وقضايا الطلاق. تمام؟ تمام. آه بعد طبعا ما حصل دوت طبعا ولدت تمام بعد ما ولدت على طول طبعا رفعت قضية قضية نفقة قعدت سنتين ونص ما شوفش من ساعة ما اتولدت بنتي ما شفتش بنتي يعني بنت حضرتك طلقت من زوجتك وهي رفعت لا ما طلقتش لسه طبعا هي رفعت قضيه نفقه وانتوا ف يعني وهي في عصمه حضرتك يا فندم هي في عصمة حضرتك ورفعت قضية لسه, لسه في عصمة حضرتي لسه في عصمتي لغاية دلوقتي تمام؟ ما بيننا ما بين بعض طبعا لغاية دلوقتي محاكم آه طبعا تمام؟ طبعا أنا بنتي ما شفتهاش سنتين ونص لغاية ما طبعا رفعت قضية رؤية. تمام. قعدت أنا بسافر من محافظة لمحافظة حوالي ساعة ونص رايح وساعة ونص جاي. تمام. عشان تشوف بنتك عشان اشوف بنتي وما بشوفهاش. ما بشوفهاش وهي متواجده حاليا في القاهره يعني متواجده في متواجده في مصر دلوقتي بس طبعا عشان العين ما بتورينيش بنتي تمام؟ بسافر ساعه ونص وبعد الثلاث ساعات من اول الساعه اثنين لغايه الساعه خمسة تمام؟ لغايه اخر نهايه الرؤيه وفي الاخر خالص تمام باخد بعد ثلاث رؤيات ما بتجيش باخد افاده وطبعا الافاده دي تحصيل حاصل ما بيحصلش فيها اي حاجه مهما يحصل ومهما ببعث ومهما بعمل محاضر طبعا قدام المحكمه في الاخر خالص متضامنين مع حضرتك يا استاذ محمد لا جدا لا ده انا عايز اكمل لحضرتك اتحدل. حاجه اتفضل اتفضل ال طبعا السيدات النهارده بتشتكي من موضوع النفقات النفقات طبعا بتتاخد كده كده من الزوج سواء من جهة عمله أو من أي ما من أي حتة ممكن يقدر الـ 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 يقدر ياخدوها منها تمام لكن طيب. استاذ محمد بس لانه في ازواج كتير جدا عندهم مشاكل برضو عايزين يقولوها آه واحنا متضامنين جدا مع حضرتك وبنضم صوتنا للصوت حضرتك في تغيير قانون الرؤيه اسمح لنا ناخد بقيه المتصلين آه وتابع معانا وهيرد على حضرتك استاذ عبد المجيد بدر ويقول لحضرتك وجهه آه نظره وفي اللي حضرتك قلته شكرا لاتصال حضرتك وشرفتنا ونورتنا آه طب هناخد معانا آه سياده النائب محمد فؤاد برضو هو كان مقدم مشروع القانون ونشوف وجهه نظره ايه ولو حضراتكم عندكم اسئله ليه نوجهها له سياده النائب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه حضرتك يا فندم يعني شاكرين جدا جدا ومقدرين انشغال حضرتك وشكرا لتلبيه النداء بنشكر حضرتك باصوات كل الاباء المتضررين في مصر والعالم العربي اهلا وسهلا الله يعز حضرتك قلنا كده حضرتك يعني حضرتك كنت مقدم في مجلس الشعب تعديلات للقانون يا ريت حضرتك تطلع مشاهدينا عليها ونسمع من حضرتك لو تكرمت طبعا يا فندم احنا طبعا كحزب الوفد تقدمنا بهذا القانون يوم 17 ابريل سنه 2017 وهو احد قانونين او مشروعين بقانون لتنظيم الاحوال الشخصيه في مثال الولايه على النفس المقدم من حزب الورد ثم ايضا هناك مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهواري حاليا القانون بينتظر اجراء حوار مجتمعي موسع يمكن كان في لقاء جماعي مع السيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال وقد قال في هذا الموضوع يعني اوضح ان احنا بصدد ان نقوم باجراء حوار مجتمعي تمهيدا لعرض القانون كاحد اهم القوانين التي سوف يتم عرضها في دور الانعقاد الرابع بدايه من اكتوبر في هذا العام ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك عايز لا بس نعرف طب ايه الجزئيه الخاصه بالرؤيه اللي احنا بنتكلم فيها؟ القانون بيتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم على التنظيم طبعا يا فندم طبعا, فضل. طبعًا فضل. يعني التعديل الخاص بموضوع الرؤيه اللي في الجزية. التعديل الخاص بالرؤيه بس احنا عايزين بس في الماده في الماده 61 من القانون المقترح وهو ان يكون نص ان يكون الحق الاصيل في الرؤيه هو الاصطحاب بالغاء فكره الرؤيه بشكلها الروتيني، خلينا نعرف ان الدراسات بتقول لا توجد دوله في العالم تطبق فكره الرؤيه ثلاث ساعات الا مصر وانا يمكن بتكلم على فكره ثلاث ساعات في الاسبوع ديت تليق بجنينه الحيوانات فقط، لكن المصلحه الفضلى للطفل لا يمكن ان ينشا الطفل سواء ايا كان الطرف اللي في طرف واحد ايا كان رجل رجل او امراه ثلاث ساعات في الاسبوع هذا لا يكفي وهذا لا مثيل له في العالم يعني احنا يعني لا يجب ان نتحدث على مصلحه طفل مصلحه مصلحه طفل للطفل بنتكلم على مبدا الرعايه المشتركه ولذلك بنتكلم على من سنة ثلاث سنوات بتكون تنظيم حق الاصطحاب وهو المبيت لدى الطرف غير الحاضن ويحوز حجيه متعدده معنى ذلك العم والعمه والخال والخاله والجد والجده لان ينشا في كنف في كنف اسره ان ان نكون واصلين الارحام خلي بالك ان حضرتك إن في الرؤيه في الرؤيه الحاليه الحكم شخصي اذا كان اذا كان الاب موجود الجد والجده لا يستطيعون رجل. لا بعزك يا محمد القانون الحالي في حقوق المحكمه الدستوريه عدل وخلى الحق الاب الجد, والجد الجد. مع الاب وعمره ما هيديهولك هو موجود اه لاحقو، لاحقو الحكام الدستوريه لكن هو سيادة النايب آه. بيقول صح لانه آه هو طبعا آه. اكيد صوت جميل جدا الشارع وصوت الناس ان طول ما آه هو موجود هو مش هيدي للجد والجد ده مساله جميله جدا التعديل ده آه يعني اه اللي احنا بندور عليه طيب استاذ احمد ليك سؤال لسياده النايب عايز تساله له لا هو انا عشان يعني انا مع سياده النايب دايما بساله مباشره لما بيبقى في اي موضوع ربنا يبارك في حضرتك سياده النايب في سؤال ثاني حضرتك شكرا, 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 يا شكرا يا سياده النايب وشكرا لحضرتك وده المفروض ان كل نوابنا يكونوا معانا لما نسال على اي سؤال لان ده دوركم يا فندم وربنا ما يحرمنا من حضرتك وشكرا لحضرتك طيب آه ناخد لؤي من دمياط معلش يا استاذ عبد المجيد ايوه يا لؤي اتفضل الو لؤي الو يا فندم. الو ايوه مساء الخير يا فندم مساء النور يا فندم اتفضل حضرتك الان يعزك الجميع بعد اذنك الحاجه اللي عايز اوضحها هم خمس نقط اتفضل انا كاب غير مسموح لي اقول لابني صباح الخير ما اقدرش اقول صباح الخير ولا تصبح الخير دي رقم واحد غير مسموح لي لابني أني في العيد اخرج وايدي في ايده نتمشى في الشارع رقم اثنين يا فندم القانون المصري ابني لو ايدي في ايده في الشارع انا خاطف لكن ابني لو مع زوج امه ماهوش خاطفه رقم ثلاثة يا فندم ابني يعتبر يتيم في حالة زواج امه بيعيش مع ام الام ويفضل عايش طول عمره محروم من ام ومن اب اللي بعد كده يا فندم حل بالود في مصر في الطلاق مستحيل يحصل في ظل القانون الحالي لو الحضانه سبع سنين وتسع سنين هتشوفي كلنا هنقعد نحل بالود لكن طول ما القانون بالطريقه دي مستحيل اي ام هتسمح بالود شكرا يا فندم متضامنة جدا مع حضرتك وشكرا لاتصالك وتابعنا وهنرد على حضرتك وبضم صوتي لصوت حضرتك رؤية الأب لأولاده من أجل صحة نفسية يعني مستقره لابنائنا حق لكل ابن ولكل اب وحق على كل زوجه ان هي يعني لعلنا النهارده بندق ناقوس لكل يعني حواء وكل اللي بيشوفونا رؤيه الاب لابنه هي في مصلحتك انت لانه لما هيكبر الابن اكيد هيكون رحيم جدا 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 بيكي واكيد هيحتاج الاب في يوم من الايام فما تكسريش دايما خط الدفاع اللي هو هيدافع عنك انتي لما ابنك يكبر ويبقى في سن مراهقه ويكون محتاج ان حد يقول له كده صح وكده غلط واتاخرت ليه ويحتاج حد في ظهره اكيد مش هينفع يعمل دوت غير الاب، حزينه جدا ان انا بسمع الكلام ده من الاباء بصراحه واتمنى انه حواء تعيد النظر في كل ما يدور لانه انا عارفه انه يعني الستات دايما رحيمات يا ريت يكون نقص النهارده يعني ليه صدى عندكم اتفضل يا انا, أنا عايز اقلب الايه اللي في نفسي عايزه اقلب الايه واتكلم بدور يعني الام اللي مش موجوده دلوقتي وهقول لحضرتك شويه ما احنا الحلقه الجايه نتكلم عن الام والله ده انا صدق انا كان نفسي يكونوا متواجدين بيتكلموا قصادنا عشان في شويه حاجات غريبه جدا بنسمعها طب بس ممكن الاول تقولي ايه هي سبل الضغط اللي بي يعني بي بيمارسوها عليكم ما علشان يبقى انا يبعد همسك دور حلوة آه يعني اتفضل يعني. تمام اتفضل أنا بروح الرؤية م. تمام؟ ابني بيبقى قاعد على رجل مامته ومامته تقول لي اتفرج عليه وهو كده. لو اتحرك معايا احنا لسه قايلينه دلوقتي آه. تمام آه. آه. فلو اتحرك معايا أنا شخصيا ده كان بيحصل معايا وركب العربية يتعمل لي محضر خطف وتعمل لي محضرين قبل كده آه. يخطف ولاده و... آه يا آه أستاذ آه آه. عبد المجيد وتعمل لي لا محضرين قبل, دلبي قبل دلبي كده ده تصور آه. تصور عند كثير من السيدات أن الأب يخطف ولاده أو يخطف ابنه وده يعني اه ممكن تحصل بس دي حالات نادره جدا يعني لو راحت عملت فيه بلاغ كيدي آه. انه خطف الولد بي يعني فعلا بيعاقب قانونا انه عن الرؤيه بي. بال 70 80 مره متواصله مش ثلاث مرات 70 80 مره متواصله وما بيسقطش عنها الحضانه ولو سقطت عنها الحضانه بتروح للجده اللي هي امها يعني انتقال سوري يعني ما حصلش بتتجوز وبتخلي الحضانه اللي مع امها انتقال سوري بيفضل الولد معاها وانا كاب مش قادر اقرب من ابني والولد زوج الام واخده ما حاولتش تعمل حوار ودود مثلا لا لو تكلم علي أنا, انا فاتح الحوار يعني انتوا حايك لو عايزه بالنسبة تدخلي بالنسبة للحوارات بالنسبه للاستاذ احمد الحوارات مفتوحه على طول انا ما عنديش مشكله في اي مش وقت مش اللي عايز يصير قولوا زي ما انتوا عايز احمد ده حرامي ووحش وكل حاجه بس حلوا لنا الموضوع اي حل ولكن الحل مش افراد معلش مع احترامي للدوله احنا بقى بنتكلم في الموضوع ده اربع سنين خطبنا كل المسؤولين، 4/2017 مجلس قومي للمرأة قال إحنا خلصنا 75% من المقترح، أنا مش عارف هل من حقه يقدم ولا لأ، بس هم قالوا هذا الكلام. اتقابلوا معانا وقالوا خلاص يعني بالنسبة لبند الاستضافة. 4/2018 قاربنا قاربنا من من إنهاء قانون الأحوال الشخصية، يعني الحمد لله في سنة عملوا 20%. أدينا في شهر سبعة ولحد دلوقتي ما تقدمش مقترح قانون احوال شخصيه، الدوله متوقفه، دكتور علي عبد العال بيأجل كل شويه مش حد تاني، دكتور محمد فؤاد بيحاول جاهدا، دكتور بهاء ابو شقه بيحاول جاهدا، كل من قرب يقولوا اصل الموضوع ساخن، الموضوع مش ساخن، الموضوع موجود في العالم كله في السعوديه والامارات وتونس وقطر والجزائر والمانيا وامريكا والدول الاوروبيه كلها. ما فيش حد فيهم قال ان ده موضوع ساخن، الموضوع الساخن هو ان انا اوصل ان انا اشوف ابني زي المجرمين واطلع في التلفزيون عشان خاطر كل هدفي ان احنا نوصل ان احنا نربي اولادنا احنا لا طالبين فلوس من الدوله ولا طالبين اكتر من ان هم يحموا اولادنا اللي هم اولاد الدوله ديت لو الدوله مش قادره تحمي اولادها المفروض مين اللي يحميهم ناخد حقنا بايدينا وبعد كده نبقى مجرمين ولا نفضل قاعدين متفرجين طيب استاذ عبد المجيد بقى انا عايز اسمع حضرتك حضرت. ما هو النهارده احنا وصلنا للتنظيم الرؤيه ووقفنا عند جزئيه الجزاء المتناسب على عدم التنفيذ بس قبل ما اخش في مساله الجزاء ولوط الضعف الاساسيه في 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 القانون الحالي إنه هو بيسقط الحضانه عن الحاضنه لانتقالها لمده مؤقته بس ده بيسبقه اجراءين إيه؟ اجراء ان القاضي بينزلها الاول يعملها انذار بانها تنفذ فاذا نفذت خلاص ما بيسقطش الحضانه اذا ما نفذتش تكرر بيسقط يصدر. عن الحضانه لمده محدده وتنتقل لمن تليها في الحضانه اللي هي والدتك ام الام اذا كانت موجوده او, أو, أو أم, ام الاب, الأب. وبعدين انت تنتقل بقى للخاله العامه وهكذا يعني ايه بيقدم اللي الام على من طرف الاب طيب وهذا الجزاء جوازي للمحكمه ما هوش برضه جواز ما هوش الزامي على القاضي ان يسقط الحضانه لا ده كمان جوازي يعني القاضي ان ياخذ او لا ياخذ بيه وده وده النهارده جزاء غير راضع النهارده انا بحافظ على صله الرحم مش بحافظ على الحق ده يعني انا بحافظ على صله رحم بين بين الاباء يعني والابناء يعني من وجهه نظر حضرتك استاذ عبد المجيد هو التعديل احنا محتاجينه يكون محتاجين ازاي محتاجين حاجه محتاجين حاجتين حاجتين ان صوت حضرتك بيوصل دلوقتي للناس اللي بتعمل محتاجين حاجتين, حاجتين اول حاجه ان يكون الحد الادنى ثلاث ساعات ده ما يبقاش حد يعني لازم يدينا حد اقصى وان يكون في استضافه استضافه لان الاستضافه هي اللي بتقرب بين الاباء والابناء هي اللي بتقربهم ودي بقى اصبحت مهمه جدا وضروريه تمام واذا وعدم وجود الاستضافه يبقى الرؤيه رؤيه بالمعنى اللي المشرع قصده ان الاب ياخد اولاده كم ساعه اللي مقررين بالحكم يعيش يتعايش معاهم الكام ساعه هو مش منطقي الرؤيه خالص تؤدي ما معلش يا أستاذ أحمد النهارده احنا بنتكلم على فرضا ان الاستضافه هتواجه بعقبات في المجلس في طب ما تيجوا نشوف بقى الأستاذه رنا وهي يعني بتتكلم أب... على حاجه للرجل طب ما هنشوف مرأه بتدافع عن حق الرجل وارجع لحضرتك تاني يا أستاذ عبد المجيد نشوف التقرير بتاع الأستاذه رنا وهي عامله حركه اسمها تمرد ضد قانون الرؤيه وعلشان خاطر الرجاله ما يزعلوش مم. يعني بنحييها قبل ما نشوف التقرير تعالوا نشوف التقرير بتاعنا أنا شايفة إن الأطفال ما لهمش أي علاقة باللي بيحصل بين الراجل وبين الست. لا في وقت الـ 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 الارتباط ولا في وقت الانفصال. بعدين هو لما بيطلق بيطلقها هي ما بيطلقش ولاده. هما بقى بياخدوا ده عند أو الله أعلم بياخدوه ليه يعني بالمنظر ده يخلوا الولاد تقريبا تقريبا يعني والدهم بالنسبة لهم ميت وهو عايش. أنا من البداية ما حبيتش إن يكون في مشكلة بيني وبين بابا الولاد. خالص عشان كده انا يعني تضمنت معاهم لان بصراحه اللي بيحصل ده يعني فوق فوق طاقتهم في سيدات كتير يعني عايزه تاخد حقوقها او حقوق اولادها بالمحكمه طب ما انت جربتي انت جربتي تديهم له في حضنه وفي حضن اهله وشفتي هيصرف ولا مش هيصرف انت بتسبقي ليه على فكره الام انا ما انا لها دور اساسي انا ما بقولش يعني ما بقولش ان الام ملهاش دور بس الاب كمان له دور القوانين دلوقتي اللي موجوده فيها حاجات كتير محتاجه تتعدل زي اول حاجه الرؤيه الرؤيه دي يعني بصراحه هو قانون فاشل يعني ما ينفعش اولا ما فيش اب هيربي ولاده او حتى هي يعني مش هقول لك مثلا يشبع منهم في ثلاث ساعات يا ريت يحذفوا كلمه رؤيه من القوانين خالص في اجمل اصطحاب على الاقل يبقى في حضن باباه في حضن اهل باباه تاني حاجه سن الحضانه انا شايفه ان سن الحضانه المناسب على الاقل يبقى في اشتراك حتى لو يعني سن الحضانه عايزين يسيبوه زي ما هو خلاص يبقى في اشتراك تربيه مشتركه بين الاب والام للولد وللبنت اما يبقى محطوط سن حضانه 15 سنه 15 سنه اذا كان 11 سنه ما بقاش محتاج لا الام ولا ابوه بقى له صحابه بقى له نادي وبقى له حياته الشخصيه ما عادش محتاج للطرفين هتيجي عند 15 سنه وتقول انت عايز تعيش مع مين انا ما كنتش اعرف حاجه يعني ايه قوانين احوال شخصيه انا ما سمعتهاش غير في الفتره الاخيره اللي الدنيا يعني باظت فيها ما كنتش اعرف يعني ايه قانون اسره فانا بالنسبه لي انا ما عنديش اي مشكله انا خلاص انا اللي انفصلت مش ولادي مفيش اي مشكله ولا فكرت حتى ولا عندي اي مشكله سبته يتعايش مع ولاده وهو بيتعايش بالظبط زي ما يكون لسه عايش معاه حتى ما قلتلوش حتى انت هتعمل معاهم ايه ولا هتصرف ولا هتعمل ما قلتلوش لان هو هو عارف هو بيحب ولاده وهو عاوز يعمل كده هو عاوز ما, ما يبقاش يعني صورته ما تتهزش في عينين ولاده بس ما اتكلمناش في حاجه خالص الامور مشيت عاديه جدا كل بس التغيير ان انا ان احنا انا وهو من زوجين لاثنين مطلقين بس الحقيقه يعني انا يعني هو يعني عايزه اسمع من حضرتك تعليقك على بقيه يعني الاشياء اللي حضرتك كنت لنا لان طبعا هي اكيد قالت جزء كبير قوي احنا تناولناه اتكلم انا محتاجه اسمع من حضرتك بقيه البنود هو وساعه نرجع برضه للجزاء ولا ده جزاء بيعتبر جزاء ضعيف جدا وغير راضي على التنفيذ نعم. طبعا ده ما يمنعش هناك كثير من من الرجال برضو يعني او الاباء بيعملوا رؤية أصلا مجرد إجراء بياخدوه لكن هو بيبقاش الهدف إنه عايز يشوف أولاده يعني الحالات كتير قوي يعني احنا لو بصينا الحالات المختلفة مش كل الناس عايزة تشوف أولادها يعني لسه عندي حالة موجودة حاليا طبعا في آباء بيرفضوا إن هم يصرفوا ويشوفوا أولادهم من ست سنين حصل انفصال ما فكرش يشوف أولاده إلا من شهرين يعني واخد بالك اكيد لما نما الى علمه ان الزوجه هتتزوج في مفي الحلقه الجايه اكيد عندنا يعني حاجات اتبعت يعني اتبعتت إيه؟ لنا شبه يعني كده آه يعني في حاجات في حاجات في حاجات كتير يعني لكن النهارده احنا بنتكلم على الجزئيه الخاصه بالرؤيه بصفه عامه واللي اولا منع الأب, منع الأب منع الاب من رؤيه أولاد او التعايش معاهم ده قطع لصلاة الرحمن ربنا هنا طبعا فلا بد الناس تبقى نغير الثقافه بتاعتنا نغير اسلوب حياتنا في التعامل في دي وده حق للطرفين حق للصغير قبل ما يكون حق للاب او الام طبعا فالنهارده هذه الجزئيه مهمه جدا ولا بد ان يكون القانون ما ينقلش الحضانه بقى الام الام او اللي هي التاليه في الحضانه حسب الترتيب اللي وارد في القانون لا النهارده الحضانه سنتخذ لطرف اخر غير الاب وغير غير الام غير الأم ممكن لا او ناحية مختلفه الأب. طبعا بحيث النهارده يخ... يبقى يبقى, في جزاء بالفعل وبعدين كان في اقتراح بيتقال وان طبعا انا شخصيا ما بحبلوش اللي هو ربط النفقه بالرؤيه على أه طبعا طبعا دي مساله طبعاً. مساله صعبه إيدي ملهاش ملهاش صعب دي مالهاش مالهاش دعوه ده كان راي اتقال شكرا يا استاذ عبد احنا لازم نشوف حضرتك نعم. في لقاء مطول استاذ احمد هتقول ايه لكل ب... باسم كل الاباء لكل الاطفال اللي بيشوفونا دلوقتي حضرت... في عجاله كده حضرتك هتقول ال... 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 ايه؟ انا لما اتجوزت وخلفت كان القصه زواج بيني وبين ام خلفنا طفل ما ينفعش ان انا اقول الحضانه تبقى غير ليا يا اما للام الام تزوجت الشرع قال كلمته انت احق ما لم تنكحي زوجا غير او تنكحي من زوج غيره فانا ما ينفعش ان انا العب في مفاهيم عشان خاطر اراضي حد على حساب حد الدول اللي انا قلتها لحضرتك كلها الحضانة تنتقل من الام الى الاب مباشرة وفيها اصطحاب وسن الحضانة فيها بيبدا من سنتين في لبنان لغايه 15 سنه ما جيش اخد الاقصى واقول ان هو ده المطلوب في مصر شكرا لحضرتك شكرا, شكراً يا استاذ عبد النجيب مازال الملف مفتوح بعتوا على صفحتنا على الفيسبوك قبل ما تبعتوا وقبل ما تشتكوا بصوا لزرعكم لان ولادكم هم غرسكم لازم ندي ولادنا كل معلومه صحيحه لازم نعلمهم الحب الصحيح لازم نعلمهم يعني ايه اب انا هنا بناقش قانون الرؤيه علشان خاطر الاولاد وتاني هقول اختلافي معاك مش مقصود ولا آه سببه ان انا ادمر زرعتي اللي هي ولادي ونفس القصة هقولها للأم واستنونا الحلقة الجاية إن شاء الله إن أحيان الله كل مشاكل حواء لقانون الرؤية هنتكلم فيها إن شاء الله وحنحاول نناقش في آخر حلقة في الشهر كل المشاكل بقى ما بين الرجل والمرأة إن شاء الله بإذن الله ويا رب نقدر نكون أصلحنا القلوب والعقول ويا ريت ناخد بالنا كويس جدا قبل ما ننعت الأب بصفة ناخد بالنا كويس جدا هو ده اللي حضرتك اخترتيه هو ده اللي راح اتقدم لاهلك هو دوت اللي ارتضيت ان يكون ابو ولادك قبل ما تقولي فيه اي حاجه فكري هم اولادك ما اختاروهوش شكرا ليكم واشوفكم الخميس الجاي ان احياني الله في امان الله